مرحبا، مش مهم نعرف شو بصير في حلب ولا شو طبيعة المرحلة اللي بتصير فيها ولا مين اللي محاصر فيها أو اللي محاصرها، عشان نعلن تضامننا الكامل ونشعر بالكامل بناس مظلومة قاعدة بتطلع بلا أي حيلة، بتوجه نداءات استغاثة بلا أي مجيب، وهي عارفة إنه مش هتكون في أي استجابة، خاصة في أحداث مثل اللي قاعدين بنشوفها اليوم في حلب. القاتل فيها واضح جدا ومعروف، وبنفس الوقت الناس اللي في أي مكان كانت تعرضت لظلم أو مقتل أو مجزرة أو حصار، سواء بشكل مباشر أو من خلال أصدقاء أو أقرباء أو ناس شعرت فيهم، بتعرف بالضبط شو معنى المظلوم لما يطلع من بيته بعد أيام أو أشهر أو سنين وهو بدعي ربنا وهو ساكت، يا رب خفف عنا، يا رب ارحمنا، لينفجر الزلمة ويطلع من بيته ويهتف بصوت عالي ويصرخ بكل عجز وقلة حيلة وخذلان، يا عرب يا مسلمين وين الملايين؟ الناس اللي بتعرف ومرت في تجربة الاستغاثات هذه بتعرف بالضبط شو يعني شعور العجز وقلة الحيلة والخذلان اللي قاعدين بمروا فيه أهل حلب اليوم. وكمان الناس اللي مرت في التجربة هاي بتعرف بالضبط شو معنى يطلع واحد مثلي يقول كل التضامن مع أهل حلب أو كل القلوب مع أهل حلب، بس كمان هذا أقل شيء ممكن نعمله، كل التضامن وكل المساندة مع أهل حلب، قلوبنا بالكامل معهم ومع مأساتهم، الله يسلمهم ويسلمنا من بعدهم، لعله خير.